السلام عليكم، انا نصر فاطمه، ساكنه في مدينه السعيديه وحاليا اتواجد في وجده مع الاذاعه ديال شوف تي في. الله يجازيهم بخير. ايوا شنقول لكم، عندي انا كنت مزوجه ديجا، مات لي الزوج ديالي الله يرحمه، عندي معاه 3 الوليدات، ومن مات الله يرحمه جيت لهاد المدينه السعيده وتزوجت مره ثانيه بالزوج ديالي من هنايا من هاد المدينة. يوم ما تفهمناش وطلقته، كان بزاف كان يضربني، تكرفس عليا انا ووليداتي وطلقته، ودرت وليداتي في الخيرية 4 ومعايا 2 بنيات في الدار، وانا كارية في السعيدية ونخدم في الديور، نخدم في الديور ومع ولادي ما على راسي الحمد لله. ودابا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن جلالة محمد السادس يعاونوني، بغيت تكون عندي منزل ديالي، ما لقيتش باش نخلص الكرية، بغيت تكون عندي انا دار ديالي ان شاء الله، وتكون عندي، ما بقاش كل ساعة انا محولة. دابا هم الدار غيخرجني، عطاني اجل يومين غادي يخرجني من الدار، فين غنمشي انا وولادي؟ فين غنمشي؟ وبغيت ولادي ما نخليهمش في الخيرية، بغيت ولادي نجيبهم يجلسوا معايا ونقريهم قدامي، ما كنت ما نلقاش باش نجيب لهم الكتوبه، اقسم بالله الكتوبه ما نلقاش باش نشريهم، ومريضه عندي طونسيو القلب، مره خدامه مره طايحه في الفراش، ربي اللي عالم بيا. ودابا حاليا مول الدار غيخرجني، فين نمشي انا وليداتي؟ فين نمشي؟ الله يجازيكم بخير، والله يجازي شوف تي في وهاد الناس اللي راهم واقفين معانا وراهم يديروا فينا الخير والمحسنين، بغيتكم تعاونوا معايا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. اخويا راني كاريه 150 الف فرنك، وساني غير الشهر 1500 درهم، وغير هذا الشهر ما نكذب، وانا ما عنديش جهد، ما رانيش خدامه، ما رانيش، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما لقيتش باش نجيب حتى بطاطا لولادي، بطاطا ما لقيتش باش نجيبها لولادي ناكلها، اقسم بالله ربي اللي شاهد. وراني ندبر، راني نقلب بلاصه اخرى باش نكري، وغادي نقلب على شي كراج ولا فاش ولا غنحط حوايجي غير على عند شي ناس بين ما نقلب باش نخلص الكريه. عطاني اجل غدا ولا بعد غد خاصني نخوي الدار. اخويا شنقول لك، من نخدم عند الناس كنمشي نخدم هكا في الديور ندير الميناج، راني ناكل ونشرب، مين ما نخدمش والله ما نلقى، ندور هكا نشوف هكا الناس اللي نعرف، اللي يشري لي خضره، اللي يشري لي خبز في السعيديه، اللي يدير فيا الخير. الناس في السعيديه هكا، واحد يشريك خضره، واحد يشريك بطاطا، واحد يتهلا فيك ملي يكون مريضه ما خداماش. الله يجازي خير المحسنين، ولا اله الا محمد رسول الله. ما لقيناش الله غالب باش توجهنا لهاد الاذاعه والمحسنين، ونطلبوا من الله ومن المحسنين وجلاله محمد السادس يشوف من حالنا. مشينا للمقاطعه يمركيونا على القفات رمضان، والو ما كانش، كيقول لك انت ما تستافديش، غير واحد الجمعيه ديال لايت فاميلي، هما ديك النهار مساكن جابوا لي الزيت والسكر واتاي وخنشه طحين، ما كنت ملاقيه ما ناكل. الله يجازيهم بخير. والو خويا ما استفدتش والو، راني عاد جمع شي وراق باش ندفع من المحكمه، وقالوا لي في هاد الشهر 3 جيبيهم ان شاء الله، وماشي يخلصوك على 6 الاولاد، يخلصوك غير على 3. قال لك ما كنخلصوش على 6 الاولاد، واي زعما كيخلصوا غير 3 الاولاد، هما 3 الاولاد الاخرين ما غاديش يخلصوك عليهم. 30 الف الفرد. لا مازال اخويا مازال عادي، لا سهل الله غنستافدوا مازال. وكنمشيو للمقاطعه كنطلبوا غير ورقه، ما كيبغيوش يعطيوها لينا، كنمشيو للمقاطعه طلبنا غير ورقه، مشينا لابوست نتمركوا برنامج تيسير باش نستافد، ولادي كيقراو، قال لك انت ما عندكش المجال القروي، عندك المجال الحضري فين كيقراو ولادك. شويه عاوتاني قالك ما عندكش الراميد، درت الراميد ما خرجوش ليا، داروني امو. واش انا حتى في صندوق الضمان الاجتماعي ما كنمشيو عندهم ما كان والو. لا اله الا محمد رسول الله. انا خويا كنعرف ندير هكا الكاطو، الحلوى الشباكيه، الخبز المسمن، ماذا بيا كون يجيو شي ناس يديروا ليا شي كراج، ولا فين غنكون كاريه ان شاء الله في الدار، ونفران وداك الريشو والادوات باش
نبدا نخدم ونبدا نخدم ونبيع، وندير كروسه ولا موبيله ونبدا نخدم ونبيع. الله يجازي خير المحسنين. واه نخدمها، عندي بنتي تبارك الله عندها 17 عام، نخدم انا وياها، ولا جبت ولادي من الخيريه نخدم، نخدم عارفه راسي نخدم ان شاء الله، حيت انا نعرف ندير الحلوه، نعرف ندير الكاطو الشباكيه، خاص غير باش نبدا، باش نقول بسم الله، خاصني كروسه موبيله ولا باش غادي نبدا ضروري خاص كروسه موبيله هكا، باش انا كنسوق الموبيله، نسوق الموبيله ونمشي نبيع. فين غادي نبيع؟ غتخرج برا القايد ما يبغيش يعطيك كروسه، هذوك اللي في المقاطعه حتى واحد ما بغى يعطيك كروسه، فين ما مشيتي توجهتي ليه حتى واحد ما بغى يتعاون معاك، والو ما كيقول لك سيري كتبي شكايه وما كان والو. لا اله الا الله محمد رسول الله، عييت اخويا عييت، لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ربي اللي عالم بيا، وصلت ليا العظم باش جيت نصور راسي في هذه الاذاعه. والله يجازيكم بخير اذاعه تشوف تيفي، الله يجازيكم بخير. محتاج اخويا تكون عندي انا، يا ربي تكون عندي انا شي منزل فين نسكن، محتاجه باش نخلص الكريه، ما عنديش باش نخلص الكريه، ما عنديش، الله غالب ما لقيتش، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله غالب، محتاجه باش نخلص الكريه، محتاجه ندير هذا المشروع، نخدم على راسي. اخويا با وامي ميتين الله يرحمهم، واخويا الكبير تا هو الله يرحمه، حنا غير ربعه البنات، جوج مزوجين فوطات الحاج وحده في كازا، هادشي اللي كاين. انا كبره وزيده في كازا، والاصل ديالنا وطات الحاج، وما كانش اخويا الحنين الله يرحم سوى ربي، وكنطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير. انا كنشكر قناه شوف تي في، والاخ اللي معايا كيصورني الله يجازيه بخير، الاخ محمد والاخ طارق والاذاعه شوف تي في كامله، نشكرهم على المجهودات ديالهم، ديما يتعاونوا معنا ويديروا معنا الخير الله يجازيهم بخير. وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، راني اختكم في الله، الله غالب، لا اله الا محمد رسول الله، واش نهز حوايجي ونمشي للزنقه انا ولادي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم راه ربي اللي عالم بيا. وكنطلب من الله ومن المحسنين يتعاونوا معايا، هادشي اللي كاين، الله يجازيكم بخير، الله يجازي خير المحسنين بخير، الله يكثر خيركم. واه داير معايا يومين قال لي خرجي، حيت ما كانش، لا اله الا الله محمد رسول الله، غادي نحطهم غير عند شي صديقاتي ولا براتي تيحم الله. جزاك بخير اخويا، اسمح لي راه الدموع خرجوا بلا، لا اله الا الله محمد رسول الله، يا ربي يا ربي الله يحفظك.